السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عشاقتك في كل مكان، دمتم يا رب بخير وسلام. في الفيديو ده احنا مش هنرغي كتير، كل اللي انا عايز اقوله لك ان انا بجرب موبايل مي 10 تي لايت من شاومي بقالي اسبوعين، ودي نتيجة التجربة بكل مميزاتها وعيوبها. ونصيحة لله، اتفرج على الفيديو ده للاخر لان كل ثانية فيها تفصيلة ممكن تفرق معاك جدا في قرار الشراء. اما لو عايزين تشوفوا الموبايل ده في مقارنات مع موبايلات تانية اكتبوا لي تحت في الكومنتات، وقريب جدا ان شاء الله هحاول اعمل مقارنة مع بوكو اكس 3 واقول لك هل فرق ال 1000 جنيه ده يستاهل. فاشتراكك وتفعيل زر الجرس هو الضمان الوحيد اللي يضمن لك انك تشوف الفيديو ده اول ما ينزل. وخلونا نبدأ. اول حاجه كده خلونا نستعرض مع بعض المي 10 تي لايت بيجي معاه ايه في العلبه. اول حاجه طبعا جراب من البلاستيك المرن، مصنفر من بره ومحبب من جوه، وواخد شكل الكاميرات وبيغطي بروزها تماما. كابل متين وشاحن بقدره 33 واط، والبن بتاع درج الشرايح وشكرا. وكعاده شاومي ما بتحطش سماعات في العلبه. اما لو هنتكلم عن تفاصيل التصميم، فالموبايل من حيث الشياكه فهو شيك جدا وبسيط جدا في تصميمه. شكل الكاميرات جديد ومميز جدا بالنسبه لي، لكن الموضوع كله بيرجع لذوقك في الاخر. السر في تقبلي لهذا التصميم انه مميز، يعني تقدر من بعيد تعرف ان ده مي 10 تي لايت. الظهر بيجي فاضي تماما من مستشعر البصمه، وده عشان البصمه جانبيه، وبالاضافه لكده كمان يخلوك تستمتع بالظهر الزجاجي اللامع، وممكن تتصور سيلفي بعدسه الالترا وايد انت واصحابك، وتبصوا على نفسكم في ظهر التليفون اللي هيعكس صورتكم بس مش بكل وضوح. الموبايل اللي معاه بلون ازرق فاتح شويه، شاومي بتسمي اللون ده الازرق الاطلسي. والموبايل برده بيتوفر بلونين تانيين، هو الاسود والذهبي المتدرج، ولكن الحقيقه اللون ده في منتهى الشياكه، وكان نفسي الحقيقه اجرب برده الذهب. اتكلمنا عن الشياكه، تعالوا بقى في البوينت دي نفصل جوده خامات التصنيع من حيث المتانه وقوه التحمل. طالما قلت لك ان الظهر بيجي من الزجاج، فده في حد ذاته في الايد بيحسسك ان الموبايل غالي، ولكن كعاده الزجاج خد بقى تبصيم زي ما انت عايز، وده طبعا في حاله انك هتمشي بالموبايل من غير جراب لا سمح الله. وبيجي باطار من البلاستيك، وهنا نقطه بتخلي تجربه البريميوم او التميز ما تكتملش في مسكتي للموبايل. برغم ان الموبايل كبير، فانا بايدي الكبيره دي برتاح جدا في مسكته، ما عنديش مشكله ان انا استخدمه بايد واحده او بايد الاثنين عادي جدا، ولكن شويه وزنه تقيل لانه بيوصل ل 214 جرام، وده يوم او اتنين وهتتعود على مسكته عادي جدا ومش هتحس بالوزن ده في ايدك. وبرغم ان انا بعد اسبوعين استخدام مش حاسس بالوزن، ولكن كنت اتمنى برضو ان هو يجي اخف من كده بكل تاكيد. هتلاقي عندك من فوق بصمه شاومي المميزه، من ارخص تليفون لاغلى تليفون، وهو مستشعر الاي ار بلاستر. انا بقدر جدا الموضوع ده، وحركه ذكيه جدا من شاومي. ممكن واحد يكون المستشعر ده مهم جدا جدا بالنسبه له، فيتجه لشراء موبايل من شاومي ايا كان سعره بسبب هذا المستشعر. وجنب المستشعر المايك الثانوي لعزل الضوضاء. اما على الجنب اليمين فهتلاقي ازرار التحكم في الصوت، وتحتهم زر الباور والمدمجه في البصمه الجانبيه. على الجنب الشمال هتلاقي درج شرايح ثنائي، ودي حاجه شاومي مش معودانا عليها خالص. شاومي دايما بتحط لنا في الفئه المتوسطه والاقل منها درج شرايح ثلاثي، لان في ناس تعتمد على الشريحتين بالاضافه الى كارت الميموري. اما من تحت فهتلاقي سبيكر على الشمال، وهو المكان المفضل لكل الناس واولهم انا. وجنبه هتلاقي المايك الاساسي ومنفذ تايب سي ومنفذ ال 3.5 اللي موجود ومش ملغى الحمد لله. نيجي لعنصر مهم جدا في الموبايل وهو الشاشه، والفتره الاخيره شاشات شاومي متركز عليها دعائيا بشكل كبير جدا، وده بيرجع لعده اسباب، اولهم الريفريش ريت العالي اللي بيوصل ل 144 هرتز في بعض الفئات، ولكن الشاشه هنا جايه بمعدل تحديث 120 هرتز. تاني حاجه دعمها لخاصيه ال HDR10، واللي بتدي لك تباين ووضوح عالي جدا في الفيديوهات، على عكس الشاشات اللي ما بتدعمش هذه الخاصيه. الشاشه هنا بتيجي بمساحه 6.67 بوصه فول HD بلس، كثافه بكسلات محترمه جدا اذا ما قورنت بحجم الشاشه 395 بكسل لكل بوصه. توزيعة كثافة البكسلات مع حجم الشاشة هنا هتاخد منه كمية تفاصيل رهيبة جدا أثناء لعبك، أثناء تصفحك، أثناء مشاهدتك لأي محتوى، وضيف عليهم بقى الريفريش ريت العالي مع ال HDR10. بالنسبة لتشبع الألوان هنا، الألوان ساتوريتد بشكل مظبوط جدا، متشبعة تشبع محترم، يعني لا هي لاسعة ولا هي بهتانة، وده اللي أنا بحب أقدره في أي شاشة موبايل أنا بستخدمه. بالنسبة للسطوع، والناس كتيرة جدا بتقول لي ركز عليه، الموبايل هنا تحت أشعة الشمس أو في الإضاءة العالية ما جاتش معايا مشكله ان هو بيجي 600 نتس، وده الحقيقه رقم مظبوط جدا في فئه ال 5000 جنيه. احنا بنشوف كمان موبايلات نازله ب 400 نتس بس في هذه الفئه السعريه، بالاضافه ان الشاشه عليها طبقه حمايه جوريلا جلاس الاصدار الخامس. خليني اقول لك وانا ضميري مرتاح ان الشاشه بمعدل التحديث ال 120 هرتز مع خاصيه ال HDR10 مع معدل السطوع المظبوط جدا في هذه الفئه السعريه، يخلوك تلعب وتتفرج وتتصفح وانت حاسس ان انت ملك الفئة دي في الشاشة. الحقيقة موضوع كمان بيمتد معاك، ان انت تقدر تدخل على الاعدادات وتختار درجة اللون المناسبة لعرض المحتوى بتاعك.
ما بين بارد ودافي، واكيد انت هتروح للي بيريح عينك وتتعامل بيه. واكيد طبعا هنا ال 120 هرتز بيعوضوا غياب الشاشه السوبر اموليد، لانك في الفئه السعريه دي متعود في السوق ان انت تتنازل، يا اما هتتنازل عن الريفريش ريت العالي وتاخد سوبر اموليد، يا اما العكس هتتنازل عن السوبر اموليد وتاخد ريفريش ريت عالي. عايز اقول لك ان في تعامل ذكي جدا من الشاشه مع ال 120 هرتز الموجودين هنا، بمعنى ان الشاشه بتتعامل تلقائيا مع المحتوى المعروض عليها. لو محتاج معدل تحديث عالي بترفع معاك، لو محتاج معدل تحديث اقل بتنزل معاك. وده يخليني برضو اقولك ان الموضوع ده في حد ذاته ميزة وعيب. الموضوع ده ميزته بتتلخص في ان انت بتاخد توفير طاقة رهيب جدا. انت لو جبت موبايل 90 هرتز ما فيهوش موضوع التكيف ده، الشاشة مش هتصمد معاك 5 ساعات سكرين اون تايم على بعض. والعيب هنا ان عينك بتلاحظ هذا التدرج لا اراديا. يعني انت ماشي طيارة على 120، هوب نزلت ل 90، هوب بقيت في 60، فطبعا انت بتحس ان الموبايل بيلاج معاك، لكن الحقيقة مش كده، الحقيقة ان المعدل نزل. فالعيب هنا هو مش عيب جوهري، هو عيب بالنسبة لدرجة او تجربة استخدامك انت. الموبايل ده يكون مناسب جدا للجيمرز او محبي مشاهدي المحتوى على التليفون اللي ما بيحبوش حاجة تخنق ودنهم، او يحط هيدفونز او اي حاجة بسبب الدول سبيكر اللي شاومي منزلها هنا. الحقيقة كواليتي عالية جدا، الصوت عالي، في بيز، التخبيط في الظهر قل كتير قوي عن البوكو اكس 3، يعني هو واخد درجة الـ 220 برو لكن مش درجة التخبيط بتاعة البوكو اكس 3 الحقيقة. طبعا هنا تجربة الصوت الاستيريو بيعتمد على سبيكر رئيسي من تحت مع سماعة المكالمات عشان تعمل لك تضاعف للصوت. 220 تي لايت بيجي بمعالج من كوالكوم سناب دراجون 750 جي بمعمارية معالجة 8 نانومتر وداعم لخدمات الـ 5G. في حاجة الحقيقة أنا ملاحظها في الفئة المتوسطة في كل الموبايلات اللي جربتها الداعمة لخدمات الـ 5G، وهي إن الشبكات مختلفة، وكذلك الملاحة والجي بي اس حاجة ستاندرد جدا، حاجة كده زي ما الكتاب بيقول. يعني على سبيل الملاحة وقوة التقاط الإشارة والجي بي اس والحوارات دي كلها في الـ 4G، يعني حاجة من ريحة الـ 5G اهو، يعني بنصبر نفسنا لحد ما نشوفها في مصر قريب. الناس الخبرة القديمة عارفة ان حرف الجي جنب رقم المعالج هو المسؤول عن الجيمز والاداء التقيل، وبالتالي المعالج مزود بمعالج رسومي ادرينو 619، وده معالج محترم جدا في تجربة الالعاب. وخد بالك ان شاومي بتراعي ان الجيمر راجل تقيل وطماع. بمعنى ايه؟ بمعنى انها بتنزل لك معالج مناسب للجيمز مع نوع رامات مناسب جدا للفئة السعرية اللي هي فئة ال 5000 جنيه، وهو DDR4X، والرامات طبعا اللي جاي هنا 6 جيجا، وكنت بطمع وبطمح في نفس الوقت انها تنزل 8 جيجا في الفئة دي. ذاكرة ال 220 تي لايت بتيجي 128 جيجا من نوع UFS 2.2، وكان عندي طمع الحقيقة ان انا اشوف نوع الذاكرة هنا 3.0 عشان تتماشى مع هذا الخليط المتجانس في اداء وسرعة وكل حاجة. وتجربة الالعاب بتكتمل بشاشة بمعدل تحديث 120 هيرتز. واللي بيروح يشتري لابتوب جيمينج او شاشة للجيمينج بيدور على الريفريش ريت العالي، فالريفريش ريت العالي هنا قاعدة أساسية بيدور عليها كل الجيمرز، بالإضافة طبعا لبطارية مناسبة مع شحن سريع قوي جدا، لأن الجيمر ما بيحبش يبعد عن موبايله كتير، دايما عايز يمسكه في إيديه ويفضل يكمل تجربة لعبه أو الجيم اللي بيلعبه بدون ما حاجة تقطعه. ففئة ال 5000 جنيه وفيما تحتها شاومي قاعدة متربعة هنا وبتقول للجيمرز ده موبايلك الأساسي، مش هتعرف تروح في حتة تانية. وده ليه؟ لأنك في الحقيقة بتاخد تجربة ألعاب محترمة جدا على الألعاب المشهورة برخامة الجرافيكس بتاعتها زي PUBG وكول اوف ديوتي، واللي هتلعب الألعاب دي بمنتهى السلاسة الرهيبة بسبب الخلطة اللي أنا لسه قايل لك عليها، وطبعا أهمهم معدل التحديث العالي لو الجيم بيدعم هذا المعدل. أما على مستوى المهام الخفيفة فالواجهة هنا برضو فيها نتش أو تقطيع، وده الحقيقة بيرجع لسببين. السبب الأول والرئيسي هو التنقل الدايم بين معدلات التحديث المختلفة، لأن الشاشة عمالة تتحول من 90 ل 60، من 60 ل 90، من 90 ل 120 وهكذا، فده بيحسسك بالتقطيع ده بكل وضوح، فلازم الموضوع ده يتعالج يتعمل باحترافية اكتر من كده عشان ما نحسش بهذا التقطيع. تاني حاجة ان الواجهة غنية جدا بالفيتشرز ومليانة اوبشنات محترمة جدا بتخدم عليك، هتبقى خسران جدا لو ما روحتش على الاي دي فرجت على شرح ميو اي 12 ومميزاتها المخفية، لا تفرق جدا معاك في تجربة الاستخدام. وهذه الفيتشرز والاوبشنز اكيد متقلة على الواجهة، وضيف عليهم بقى الانيميشن اللي شاومي الحقيقة نفسي تظبط الموضوع ده الفترة اللي جاية، عشان فانز شاومي متعودين على واجهة مية، انت بتعمل كده بتسافر. طبعا معدل التحديث هنا بيخليك تسافر غصب عنك، ولكن انا عايز الكمال، عايز المثالية اللي شاومي كانت متعودة او معودانا عليها في موبايلاتها اللي فاتت. اركان مربع الجيمز مش هتكتمل الا ببطارية محترمة جدا بتفقد الطاقة بالراحة وبسعة مناسبة. سعة بطارية الـ 220 تي لايت 4820 ملي امبير، وبتدعم الشحن السريع بقدرة 33 واط. بطارية هنا معادلتها متوازنة جدا، بتصمد معايا في الاستخدام العادي من 7 ل 10 ساعات سكرين اون تايم. لو ادائك تقيل
ممكن تقل معاك، لو اداء خفيف ممكن تزيد معاك حاجات بسيطه، ولكن هنا في حاجه برضو مميزه جدا، ان انت كده كده عندك شحن سريع بقدره 33 واط. البطاريه بتشحن من 0 لحد 70% في نص ساعه، يعني بنص ساعه شحن ممكن الموبايل يقعد معاك يوم كامل من اول ما تصحى لحد ما تنام، ودي حاجه مميزه جدا وانا قدرتها جدا في تجربتي للموبايل. وبالمناسبه الشحن السريع 33 واط مرفق في العلبه، ونصيحه كده لاخواتي، حافظوا على الشواحن دي لان احنا داخلين على ايام سوداء، الموبايلات بقت تيجي في علب سليم وما فيهاش اي حاجه غير التليفون طبعا. الشواحن يا جماعة، الشواحن دي تحطوها في النيش كده ومحدش يقرب خالص غير وقت الشحن، وترجعها النيش تاني. في الجزء ده هنتكلم عن الكاميرات واللي دايما حماسي فيها بيزيد بشكل ملحوظ، واربع كاميرات والدنيا تمام جدا، الاساسية 64 ميجا بيكسل فتحة عدسة f1.9، تانية 8 ميجا بيكسل فتحة عدسة f2.2، ودي طبعا لتصوير الزاوية الواسعة، مع الكاميرتين، واحدة لقياس العمق وعمل العزل، والتانية ماكرو بدقة 2 ميجا بيكسل f2.4. بص بقى يا باشا، خدت الموبايل ده ورحت على اكتر مكان فيه تفاصيل، وهو قصر الامير محمد علي في المانيا. لو انصحكم تزوروه حتى لو مش هتصوروا، روحوا المكان ده، على فكرة رخيص بخمسة جنيه، وبالمناسبة دخول الكاميرا بعشرين جنيه، فانت ممكن تروح تروق على نفسك باحلى سيشن بخمسة وعشرين جنيه. هبحب اروح هناك عشان اظهر تفاصيل هذه الكاميرا، لان اوت دور وان دور بقى نايت مود مش عارف ايه، تفاصيل كتير في الصوره، فبتقدر تحكم على الكاميرا حكم مظبوط. الصوره بتطلع من الكاميرا الاساسيه 16 ميجا بكسل، مناسبه جدا وكلها تفاصيل والوان، لا هي اوفر ولا هي فلات، والشاربنس او الحده حلوه ومظبوطه 100%، الا في بعض الصور في ظروف الاضاءه الصعبه او في الظروف الصعبه عموما الكاميرا بتلجا لتعليه الحده دي علشان تظهر التفاصيل من خلال المعالجه، عشان تداري ضعف الكاميرا في المواقف الصعبة دي. فالمعالجة داخلة معاك في كل حاجة، عايز تخرج برا المعالجة عليك وعلى البرو مود، واللي بيدعم التصوير بوضع الرو او الصور الخام اللي هي زي ما بتخرج من السنسور بالظبط بدون اي لعب من سوفت وير الموبايل. دايناميك رينج تقدر تقول عليه مثالي، ده لو مفعل وضع ال HDR، اللي لو نسيت تفعله هتزعل من وعلى الصورة لو صورت صورة وفي وشك اضاءة. اما لو رحت على وضع ال 64 ميجا بكسل فهتاخد صورة مشبعة بالتفاصيل، طبعا صورة الترا اتش دي، ودي اللي بتعوض غياب عدسة تليفوتو، لان انت بتصور بيها وتزوم الصورة زي ما انت عايز بحاجة اسمها الاتش دي بريفيو، يعني باختصار هتعمل زوم براحتك وتكروب بالصورة وتاخد برضو تفاصيل ممتازة. العزل كان دقيق جدا، وخاصة في تحديد الاطراف وبعض الاخطاء التي لا تذكر ما اقدرش اعتبرها عيب في العزل. وضع النايت مود كان خيالي في الستوك كاميرا، لو نقلت على جوجل كاميرا هيبقى خيالي اكتر واكتر، ولكن هتحتاج ترايبود تثبت عليه الموبايل لان مدة التعريض ممكن تبقى دقيقة لو المكان مظلم، فبالتالي بفضل وضع النايت مود بتاع الستوك، بيديني نتائج محترمة وفي نفس الوقت ما بيقدرنيش ان انا بقى اشيل ترايبود والحوارات دي، وبرضه بحصل على صور منوره ومشبعه بالتفاصيل زي ما انتم شايفين. اما الصور بالزاويه الواسعه فكانت ممتازه جدا ومهمه جدا بالنسبه لي الحياه في الفئه السعريه دي، وبرضه مش احسن حاجه لكن يعتمد عليها، وبتقدر تصور بيها فيديو او في وضع نايت مود كمان. كاميرا السيلفي هنا بتيجي 16 ميجا بكسل بفتحه عدسه ضيقه جدا f2.5، في اضاءة النهار لو انت بتصور بعدسة f6.5 يعني في منتهى الضيق هتاخد نتيجة، لكن المشكلة الكبيرة جدا بتكمن في الاضاءة الليلية او اضاءة الغرف، بتكون الصورة نويزي، واللي بيعوض ده جوجل كاميرا طبعا، يعني حل سحري بيخليك ما تقدرش تعتبر ان الكاميرا الامامية عيب. هسيب لكم لينك جوجل كاميرا الخاص بال 200 تي لايت في الديسكريبشن بوكس. مش هقدر اعدي الفرصة دي من غير ما اقول لك اطلع بسرعة على الاي دي، عشان في شرح كاميرات شاومي في الفئة المتوسطة فيما فوق، حاجة كده عاملها بروقان فهتعجبكم ان شاء الله. الكاميرا الخلفية هناك عادي شاومي، هتقدر تصور بيها فيديوهات بتصل لدقة 4K بمعدل سرعة التقاط 30 اطار في الثانية، ولكن هتستغنى عن التثبيت الالكتروني اللي بيدعمه الموبايل ده على 1080 بمعدل سرعة التقاط 30 اطار في الثانية. موبايل بيدعم التصوير البطيء 120 اطار، ده انت لو على جودة ال 1080p، وبيوصل 960 اطار لو على جودة ال 720p ولكن لمدة 10 ثواني بس. كماليات الموبايل هنا الحقيقة ما فيهاش اي تنازلات، اللي خلى في الفئات الاقل من كده فيش تنازلات، فبالتالي هنا هتلاقي عندك بلوتوث اصدار خامس، اف ام راديو، او تي جي، مستشعر الانفراريد، كل حاجة موجودة. في البوينت ده الخص معاك بايجاز العيوب والمميزات اللي انا ذكرتها، ولكن برضو خد بالك لازم تشوف تفاصيل العيوب والمميزات دي، عشان الموضوع هيفرق معاك جدا في قرار شرائك او لا. اهم المميزات بالنسبه لي المعالج المحترم اللي جاي مناسب لجميع المهام الخفيفه والتقيله. تاني ميزه هنا الشاشه اللي كل تفاصيلها حلوه، واهمهم معدل التحديث العالي 120 هرتز. البطاريه هنا قدمت تجربه متوازنه جدا ما بين بطاريه متوسطه في الملي امبير 4800 مع شحن بسرعه 33 واط
فكانت الحياه برضو من ضمن المميزات. في ميزه بعض الناس ممكن تحطهاش في حسبانهم من الموبايل دعم لخدمات ال5G، فانت لو سافرت بره دوله بتدعم ده وربنا كرمنا هنا قريب، فانت موبايلك هيكون داعم لهذه الخدمات. كاميرات الخلفيه ادائها كان فوق الممتاز زي ما انتوا شفتوا في الصور، واللي عايز بقى صور اكتر يتابعني على انستجرام، نزلت شويه صور حلوه جدا برضو ما لحقتش انزلها في المراجعه. تصميم شيك جدا وعجبني، مش عارف ليه التصميم ده مريح جدا للنفسيه، لما ببص للون كده برتاح وبحس ان انا عايز انام. اهم ميزه ان الموبايل هنا مش متنازل عن حاجات كتير جدا في فئه ال 5000 جنيه، ودي اهم حاجه بالنسبه لي اكيد وبالنسبه لك. العيوب لخصتهم في اربعه، اولهم برغم ان الواجهه هنا بتطير بسبب ال 120 هرتز، ولكن لما بنزل على 60 هرتز برضو في تقطيع في الواجهه ومش السلاسة اللي شاومي معودانا عليها، فمستني منهم تحديث قوي جدا يجي يحل ده. ده لحد وقت الفيديو، ممكن تاني يوم الصبح يجيلك تحديث يقلب لك التليفون، فده مش العيب اللي انا اقدر اقف عنده. وزن الموبايل تقيل نسبيا، وده هتحسه اول يومين ثلاثة، لكن بعد كده هتتعود عليه. وبالنسبه للناس اللي ايديها صغيره مش هتستمتع قوي بتجربه استخدام التليفون بايد واحد. درج الشرايح نازل هنا ثنائي، وكنت اتمنى من كل قلبي ان هو يجي ثلاثي، لان في عدد كبير جدا من الناس بيعتمد على كارت الميموري. رابع حاجه، هي نقطه عبيطه شويه بس بالنسبه لي كان نفسي الاطار يجي من المعدن عشان يكمل تجربه التميز في التصميم. بس كده، دي كانت تجربتي في خلال اسبوعين مع الميت ان تي لايت. الحقيقه موبايل يستحق الاهتمام، يستحق ان انت لو معاك 5000 جنيه تروح تفكر فيه وتحطه ضمن اولوياتك. وموضوع بقى خدمه ما بعد البيع والكلام ده كله اتطور كتير جدا في شاومي، والناس الحقيقه بقت متعاونه اكتر من الاول بكتير. اللايك المتين بتاعك مهم جدا في انتشار المحتوى لاكبر عدد من الناس وظهوره ليهم، مع اشتراكك في القناه بقى وتفعيل زر الجرس، حاجه يعني بتسعدني جدا الحقيقه، وبتقول لي كمل لان عايزين نشوفك تاني. وبس كده، سلام عليكم.